أهلا بكم مشاهدينا مرة جديدة في هذه الجولة من الآن، ونخصص هذه الفقرة من الآن إلى الشأن العراقي. في تفاصيل المشهد العراقي، أكدت مصادر أن القوى السياسية في العراق تتفق على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيعلن عن اسم المرشح خلال أيام. كان قد وجه عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل دعوة إلى البرلمان وقوى السياسة لعدم إطالة مدة حكومة تسيير الأعمال اليومية. للحديث عن آخر التطورات في الساعة وفي العراق وإلى أين تتجه الأوضاع في العراق، ينضم إلينا في الاستوديو دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير الأخبار. دكتور أسامة، أنا برحب بك هنا طبعا في الاستوديو. في البداية، فكرة اختيار 4 أسماء لتولي رئاسة هذه الحكومة، هل دي خطوة في وقتها صحيح مع اللي بيحصل في الشارع؟ وهل الشارع العراقي ربما يعني يحصل مثل ما يحدث في لبنان، أي نفور من الأسماء المرشحة من قبل الحكومة؟ يعني أعتقد أنه طرح الأسماء أسبق من مما ينبغي، لأنه الأهم هو التوافق على الصفات أو على المواصفات الواجب توفرها في شخصية من سيشغل رئاسة الحكومة المقبلة في العراق. هي أنه الحراك الشعبي في العراق لم يخرج على أسماء بعينها، ولكنه خرج على نظام سياسي له ملامح واضحة، هو نظام المحاصصة الطائفية وسيطرة الكتل السياسية على مجريات الأمور، بالإضافة إلى مشكلات الفساد السياسي والفساد الاقتصادي اللي وصلت الشارع العراقي إلى نفق مظلم وطريق مسدود. وجد نفسه في أمام وضع اقتصادي متردي، أحوال معيشية تسير من سيء إلى أسوأ. وبالتالي مسألة طرح أسماء بعينها أو الخلاف حوالين أسماء بعينها، أعتقد أنها محاولة للقفز في الهواء وليست مجرد أو ليست محاولة أو خطوة إلى الحل، نحو الحل. بالتأكيد نحن نحتاج في العراق أو العراقيون يحتاجون حاليا إلى التوافق حول المواصفات الواجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء المقبل. وبالفعل هناك محاولات من بعض الكتل البرلمانية داخل البرلمان العراقي، حوالي تقريبا 120 نائب وضعوا بالفعل لائحة بمواصفات رئيس الوزراء المقبل وقدموها لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح. وأعتقد أن هذه المواصفات ربما تستجيب لكثير من مطالب الشارع السياسي في أو الشارع في العراق، إنها بتشير إلى ضرورة عدم انتمائه إلى حزب سياسي معين، لابد أن لا يكون لديه تاريخ أو لديه إرث مثقل بالانحياز لطائفة معينة أو تكون لديه مواقف مثيرة لغضب الشارع السياسي. أيضا لابد أن تكون لديه صفحة بيضاء فيما يتعلق بالتعاون. وهل هذه المواصفات التي تذكرها دكتور أسامة تتواجد في شخصية عراقية؟ وإذا تتواجد يعني أين هذه الشخصية مما يحدث في العراق؟ يعني لما لا نشاهد مثل هذه الشخصيات على الساحة حاليا؟ يعني أعتقد الإجابة هي أن النظام السياسي في العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق منذ عام 2003 وحتى الآن استبعد الكثير من الشخصيات المحترمة ذات الثقل وذات الوزن وذات المصداقية الحقيقية لدى الشارع، لحساب بعض الشخصيات المحسوبة على الكتل السياسية المختلفة. كل كتلة كانت تحاول أن تقدم منتميها وتقدم الشخصيات والأسماء المطروحة من خلالها، مهما كانت كفاءتها، مهما كانت مؤهلاتها، مهما كانت حتى رضا الشارع عنها. وبالتالي كان الانتماء الطائفي هو المبرر وهو المعيار وهو العامل الحاسم في اختيار القيادات السياسية. وأعتقد أننا الآن أن العراق يدفع الآن ثمن هذه الاختيارات وثمن هذه السياسة وثمن هذا الأسلوب في اختيار الشخصيات السياسية. حضرتك بتشير إلى نقطة جديرة الاهتمام الحقيقة، لأنه حتى بعض القيادات السياسية في العراق تتوقف يعني حتى تختلف إذا كانت هذه الشخصية التي تتوفر فيها كل هذه المعايير بالفعل موجودة ولا لا، لأنه حتى الآن لدرجة أنه بعض النواب طالبوا أن يكون رئيس الوزراء القادم سيدة، لأنه كل رجال الكتل السياسية والقوى السياسية الموجودة على الساحة العراقية استنفذت رصيدها واستهلكت حضورها لدى الشارع، ولم تعد هناك يعني
توافقات كبيرة أو توافقات مرضية لدى الشارع حول شخصيات بعينها. طيب دكتور أسامة، في نقطة أخرى، هناك جلسة ستعقد اليوم في البرلمان العراقي لمناقشة أحداث ما حدث مع الهجوم الذي حدث على المتظاهرين في العراق. توقعاتك لهذه الجلسة، وهل ربما نشاهد جديد؟ يعني من الممكن أن تخرج هذه الجلسة بربما لجنة للتحقيق فيما حدث، ولكن هذا ليس جديد على العراق. هناك الكثير من اللجان التي قامت، يعني لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار، ولجنة أخرى في التحقيق فيما حدث مع المتظاهرين من قبل، ولم نشاهد أي نتائج لهذه اللجان. يعني ما الجديد الذي من الممكن أن يضيفه البرلمان في هذه الجلسة التي وصفها بالطارئة؟ يعني الحقيقة طبعا ما يجري وما يحدث من أوضاع أمنية متردية بتضغط بشدة على البرلمان العراقي وعلى كل الكتل السياسية والأحزاب المختلفة، لأنه في النهاية من الصعب على هذه الكتل وعلى هذه الأحزاب أن تنفصل عن مطالب الشارع وحراك الشارع الحقيقي اللي وصل. الحقيقة أنه الشارع العراقي بيدفع ثمن مطالبه بالدم، وزي ما حضرتك أشرت إلى الاعتداءات، أرقام مفزعة، أرقام مفزعة، ضحايا بالعشرات بيسقطوا في مصادمات مع قوات الأمن. والجديد أن بعض يعني الحشد الشعبي اعترف منذ ساعات بأن بعض عناصره تورطت في الاعتداء على جسري السنك والخلاني، وبالتالي أعتقد أنه ده تطور جديد وتطور خطير في معادلة الأزمة العراقية. أن تدخل أطراف سياسية محسوبة على طوائف بعينها، أن تتدخل بقوة السلاح لمحاولة فض التظاهرات أو محاولة إرهاب الشارع العراقي بألا ينزل إلى الشارع وألا يجدد مطالبه وألا يتمسك بما رفعه من شعارات. أعتقد أن ده تطور خطير للغاية كان من الصعب أن يتجاهله البرلمان وتتجاهله القوى السياسية. لكن دعيني أتفق مع حضرتك كنت تتكلمي يعني على اللجان، يعني مسألة لا تحتمل إضاعة الوقت. أعتقد أن تشكيل لجان ولجان تقصي حقائق وغيرها ربما هو يؤدي إلى إضاعة الوقت، والشارع الآن يريد حلولا ودون جدوى. يعني تشكيل هذه اللجان ربما يعني سينتهي المطاف بلا نتائج، إذا ما جديد؟ ده جزء من الأزمة الحقيقة، ده جزء من الأزمة أنه لم تعد هناك قوة سياسية مؤثرة أو قوة سياسية قادرة على الحسم أو لديها القدرة على اتخاذ القرار الذي يرضي الشارع وفي نفس الوقت يستجيب لمعطيات أو معادلات التي تحكم الوضع السياسي في العراق. زي ما حضرتك تعرفي وكثير من المشاهدين الكرام، العراق يقع الآن تحت سيطرة إيران بشكل أو بآخر من خلال الكتل السياسية المناوئة أو الموالية لإيران، وبالتالي هذه القوى السياسية لا تستطيع التحرك دون ضوء أخضر يصدر من طهران ومن القوى المؤثرة في النظام الإيراني. وبالتالي أعتقد أن هذا هو لب الأزمة، أن القرار العراقي لم يعد قرارا عراقيا خالصا، وبالتالي كل القوى السياسية تنتظر أضواء من بعض العواصم المحيطة. وأعتقد أن ده سيناريو خطير جدا ومسألة كارثية، لأنها نكرر نفس الأزمة السورية. لماذا دكتور أسامة؟ لأنها نكرر نفس الأزمة السورية. الأزمة السورية لو تذكر عندما بدأت أزمة سورية داخلية، تظاهرات واحتجاجات، ثم تدخلت على خط الأزمة عواصم متعددة سواء داخل الإقليم أو خارج الإقليم العربي. بالفعل تحولت أزمة سوريا إلى أزمة دولية. أعتقد أن العراق أيضا مرشح ومؤهل أن هو ينزلق للأسف الشديد إلى هذا المنزلق الخطير، لأنه كثير من القوى السياسية في العراق إذا لم تستطع أن تحتفظ بالقرار العراقي قرارا عراقيا داخليا هتؤدي إلى تدويل الأزمة وإلى وجود نفوذ سياسي لعواصم أخرى. وإحنا رأينا في السيناريو السوري مغبة هذا الانزلاق وهذا المسار الخطير. يعني ربما دكتور أسامة تشبه ما من الممكن أن يحدث في العراق لما حدث في سوريا. يعني يمكن هذه وجهة نظر مطروحة، ويعني سنشاهد وجهة نظر أخرى وهي من الأستاذ صرمد البيات الكاتب والمحلل السياسي الذي سوف ينضم لنا عبر الهاتف الآن معنا في الاستوديو. دكتور صرمد، أستاذ صرمد عفوا، أنا برحب بك على شاشة إكسترا نيوز. ويعني دكتور أسامة هنا معي في الاستوديو، يعني يتوقع أن العراق ربما تدخل في نفق مظلم، يعني أين تقف حضرتك مع هذه وجهة النظر وتوقعاتك لما سيحدث في العراق في الأيام القادمة؟ يعني حقيقة هنالك تدهور في الداخل العراقي، نوعا ما هنالك عدم سيطرة من الحكومة على ما يجري في الشارع العراقي. أنا لا أقول انفلاتا أمنيا لكي لا تؤول الأمور،
لا بالعكس الشارع ملتزم امنيا، لكن سياسيا هناك سوء اداره، ازمه سياسيه، هنالك قطع لثلاث جسور مهمه في داخل بغداد من قبل المتظاهرين، وهنالك سلاح منفلت خطير جدا موجود على الساحل العراقي، وهنالك اغتيال، عمليات اغتيال ناشطين، وخاصه يوم امس ازداد هذا العدد، وكذلك عمليه قصف متظاهرين ومتظاهرات من ساحات الاعتصام. هذا الموضوع خطر جدا، يجب على الدوله ان تتخذ، او الحكومه ان تتخذ اجراءات قسوه في هذا الموضوع لكي تحمي على الاقل يعني الموجودين في هذه المناطق وربما المناطق الاخرى. الموضوع الاهم في هذا الموضوع انه يوم قد كثرت الدعوات لتظاهرات ضخمه جدا ربما تاتي من بقيه المحافظات، وربما سيكون هدفها اكبر من موضوع الجسور وغير يعني امور اخرى قد تحصل. لكن الله احنا نقول هذا الكلام، لكنه في الحقيقه اهداف التظاهرات اليوم قد ستكون اكبر من ما موجود الان على الارض. الحقيقه نعم انا لا اريد ان اكون متشائما، لكن يبدو انه الطبقه السياسيه لا تريد ان تتخلى عن مصالحها اولا، ولا تقيم وضع الشارع العراقي وخطوبته ثانيا. هنالك حوادث قتل، هنالك شهداء ناهزوا 500 شهيد، وهنالك جرحى ناهزوا 20,000 جريح، وهذه ارقام مخيفه حقيقه، ارقام تصيب المستمع بالرعب. لكنه لحد الان يعني شفنا قانون مس المفوضية ما الانتخاب، حتى أستاذ سرمد يعني ربما البعض يقول أن حتى استقالة عبد المهدي لا تشكل أو تشكل جزء ليس بالأساسي من مطالب المتظاهرين القائمة بالفعل، والتي لم يلبى منها أي شيء حتى اللحظة. هذا قلناه يمكن حتى على قناتكم الكريمة، قلناه من أول يوم. واصبح موضوع استقالة عبد المهدي موضوعا قديما، الان المواضيع اكبر من هذا الموضوع. الان موضوع البرلمان، المواطن العراقي يشعر بانه البرلمان لم يبنى على اسس صحيحه، او بالاحرى البرلمان نتج عن عمليه انتخابيه مشوهه او مزوره. عدد المنتخبين، نسبه الانتخاب، نسبه المشاركين ذكرتها الحكومه في وقتها 40 او 42%، لكن الحقيقي هو 20 او 25%. هذه مشكله كبيره، ولا اتصور ان المتظاهرين سينسحبون من ساحات الاعتصام بسهوله. هنالك مشكله اكبر ربما، وهي موضوع عدم انتظام طلبة المراحل الدراسية كلها، بما فيها الجامعة في الدوام، مدارسهم في 7 محافظات من ضمنها بغداد. هذه يعني قامة كبرى حقيقة. يعني ما راح نعرف انه كيف هاي السنة الدراسية، انه الى متى ينتهي هذا الوضع. هذا الوضع انا لا ارى له نهاية الا برحيل كل الطبقة السياسية. وهذا ليس مطلبي، هذا مطلب الشارع العراقي. مطلب الشارع العراقي بالفعل. نعم أستاذ سرمد البياتي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي هاتفيا من بغداد، أنا بشكرك شكرا جزيلا. يعني دكتور أسامة، بالعودة لحديثنا، يعني كيف تعلق على أو هل تتفق مع رأي أستاذ سرمد فيما قالوا فيما يخص أن المتظاهرين لن يتركوا ساحة التظاهر بالقريب في الوقت القريب؟ أنا أعتقد صعب بالتأكيد، يعني أنا بتفق مع ضيفي الكريم عبر الهاتف، بالفعل المتظاهرون لن يغادروا الشارع بسهولة، لأنه ما دفعوه من ثمن كان فادحا للغاية. المطالب السياسية سقفها مرتفع للغاية،
المسألة بالفعل لا يعني تتجاوز مسألة تغيير الحكومة أو تغيير شخصيات أو وجوه بعينها في الحكومة. المسألة أكبر من ذلك بكثير. العراق يقف الآن أمام مفترق طرق حقيقي، إما أن يتجه نحو تغيير النظام السياسي الذي أورث الأوضاع الحالية أو وصلنا إلى الأوضاع الحالية من فساد سياسي وفساد اقتصادي وإهدار لثروات دولة مهمة ومركزية زي العراق، دولة غنية نفطيا ولكنها تعاني من تدني مستويات التنمية وارتفاع معدلات الفساد والاستيلاء على المال العام، وبالتالي وأيضا بفكرة الارتهان دي القرارات الخارجية ولسياسات دول في الإقليم وفي العالم غير لا تبغي بالضرورة مصالح الشعب العراقي. أعتقد إما أن يسير الوضع في العراق إلى التخلص من هذا الإرث الثقيل وهذا هذه التركة المليئة الحقيقة بالكثير من الأخطاء والمشكلات بالنسبة للشعب العراقي، أو أن ينزلق إلى حافة الهوية وهي الحرب الأهلية. وأعتقد إنه الشعب العراقي بما لديه من ميراث حضاري وبما لديه من وعي نتمنى إن هو يحافظ على مقدرات وطنه ومقدرات دولته، لأن الحقيقة العراق دولة مركزية ومحورية عربية، دولة ذات ثقافة، دولة ذات حضارة، دولة من الحضارات العريقة في العالم كله، وبالتالي انزلاق مثل هذه الدولة بكل تشكيلتها الطائفية والسكانية والبشرية إلى حافة الحرب الأهلية أعتقد أنها تكون كارثة مدمرة لا تقل مأساوية عن الحرب الأسود. طب دكتور علي أسامة، لو كنت يعني تود أن تنصح أحد العراقيين أو الشعب العراقي حتى لا يقع في هذه الكارثة التي كنت تذكرها، فماذا تقول؟ أولا لابد على القوى السياسية أن تغير من فكرها، تغير من رؤيتها، أن تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. بس من الواضح أن هذا لن يحدث، يعني لو القوى السياسية ربما لديها حتى القليل من النية لأنها تغير رأيها، يعني لم نصل لمثل هذه الأرقام من أو يعني إراقة الدماء وكل هذه الأرقام، يعني أنا أعتقد أن هذا احتمال ربما ضئيل. رغم أنه هو احتمال ضئيل لكنه أمر واقع، لأنه هذه القوى لن تستطيع أن تعاند ولن تستطيع أن تتمسك بهذه المواقف التي تتحدى الشارع إلى الأبد، لأنه يبدو أنه الشارع عازم على المضي قدما إلى النهاية، خلاص لم يعد لديه ما يخسره، كثير من طبقات الشعب العراقي لم تعد لديها ما تخسره، وصلت إلى حافة النهاية بالنسبة لها. المسألة أصبحت إما النجاة وإما الموت، وبالتالي أعتقد عندما نصل إلى هذا الموقف على القوى السياسية أنها تتحلى بمزيد من الرشد، بمزيد من تغليب المصلحة العامة. زي ما حضرتك تفضلتي، بعض هذه القوى لا تزال حتى الآن تتمسك بمواقفها القديمة وبحساباتها القديمة، تتصور أن مزيد من الضغط على الشارع ومزيد من التهديدات والتوعية. القوى السياسية تسير في اتجاه معاكس تماما عن الشارع العراقي، يعني حتى في التصريحات، الجلسة الطارئة للبرلمان ربما تسمية 4 أسماء لا نعرف ما إذا كان الشارع سيتوافق أو يوافق عليهم أم لا، فهناك اتجاهين معاكسين تماما. بالتأكيد. يعني كيف برأيك من الممكن أن نقرب وجهات النظر فيما يخص هذه الأزمة العراقية؟ زي ما كنت بقول لحضرتك، لابد أنها تتحلى بالمزيد من الرشد أو بالكثير من الرشد الحقيقة، والتخلي عن مصالحها الخاصة، لأنه أو ربما وجود قائد مثلا لهذا الحراك لتقريب وجهات النظر. للأسف القيادة السياسية الحالية هي غير مؤهلة للإصلاح. في تقدير الشخصي، هذه الرموز السياسية الموجودة التي أسفرت وأدت بنا إلى هذه الأزمة هي غير مؤهلة للإصلاح، ولو كانت مؤهلة للإصلاح لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن في العراق. أعتقد أن المرجعيات الدينية ربما يكون لها دور كبير في الفترة المقبلة، ربما تحاول هذه المرجعيات أن تنحاز إلى صف الشعب، أن تدرك أن الاستمرار في هذا العناد وفي هذا المأزق الكبير سيؤدي إلى ضياع الوطن بالكامل، فربما تتحرك بشكل أكبر للضغط على الكتل السياسية، وكثير من هذه الكتل السياسية بالمناسبة مرتبط بالمرجعيات الدينية، وبالتالي لها دور مهم في التأثير على هذه القوى السياسية. يعني الكرة الآن بملعب من معه مفتاح هذا المخرج من الأزمة العراقية؟ المرجعيات الدينية، الحكومة، البرلمان، أم الشعب العراقي نفسه؟ للأسف نحن نرى الكثير من الكرات متناثرة في الملعب العراقي، كل لاعب يجري في اتجاه مختلف ويتصور أنه يتجه نحو المرمى ليسجل هدفا. الحقيقة أنه
كل هذه الأطراف تسير في الاتجاه الخاطئ. الوحيد ربما الذي يدفع ثمنا حقيقيا لمطالبه هو الشارع العراقي والشعب العراقي. وبالتالي دروس التاريخ بتقول لنا أنه لا تستطيع سلطة مهما أوتيت من قوة، سواء قوة أمنية أو قوة سياسية أو حتى مساندة خارجية، أن تستمر في عناد الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية في النهاية حتى وإن طال الزمن ستنتصر وستنفذ ما تريده، حتى ولو لم تستطع أن تحقق كل مطالبها، لكن على الأقل ستحقق الكثير من مطالبها، وإلا الحقيقة سيكون الثمن فادحا، وسيكون الثمن هو انهيار الدولة العراقية، وهذا بالتأكيد ما لا نتمناه ولا نأمله لشعب شقيق وشعب عربي مناضل وشعب له حضارة وله بعد ثقافي مهم جدا وقوة مؤثرة في الميزان العربي. وخروجها الحقيقة من موازنة الفعل العربي هي فقدان وخسارة كبيرة للمشروع العربي، اللي للأسف الشديد هذا المشروع بيتآكل جزء بعد جزء، ولم تعد هناك الكثير من القوى تلتف حول هذا المشروع، بينما نرى المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي والمشروع التركي هم اللي بيحققوا ما يريدون على حساب الدم العربي وعلى حساب الثروات العربية وعلى حساب الأراضي العربية. طيب دكتور أسامة، هناك بعض التصريحات من قبل القبائل العربية العراقية، يعني أنا شخصيا وضعت عليها بعض علامات الاستفهام، يعني ربما كان هناك أطلقوا بالأمس في بيان يعني نداء لوجود حماية للمتظاهرين وأيضا محاسبة المقصرين. يعني الحراك أو التظاهرات والاحتجاجات في الجزائر في العراق عفوا بدأت منذ فترة طويلة، يعني لما هذا النداء في هذا التوقيت تحديدا؟ أولا خلينا أقولك أن القبائل العربية تم تهميشها لفترة طويلة في المعادلة السياسية العراقية، وجرى تهميش المكون العربي السني تحديدا لصالح مكونات أخرى، مكونات عرقية ومكونات طائفية لمصالح ما ولتغليب بعض القوى السياسية ومساندة من بعض الدول المجاورة، تحديدا إيران التي لم تكن تريد للعراق أن يحافظ على هويته العربية وعلى الوجود السني المؤثر في الساحة السياسية العراقية. حقيقة أن هذا النداء هو استشعار للخطر، أننا وصلنا إلى نقطة محورية في الصراع، وأن الأزمة لا يمكن أن تستمر بهذا المنهج أو هذا الطريق، لأن الحقيقة حجم التضحيات اللي بتقدم كل يوم وحجم الضحايا سواء من القتلى أو من المصابين أكبر من أن تحتملوا البنية السياسية العراقية. وبالتالي أعتقد أن دور القبائل العربية والفصيل السني لابد أن يمنح فرصة للوجود ويمنح فرصة لأن يستمع إلى صوته. هي مطالب حماية المتظاهرين لم تعد قاصرة فقط على القبائل العربية، يعني ربما تقترح أنهم سيكون لهم إذا منحوا فرصة سيكون لهم دور مؤثر في الفترة القادمة؟ لابد أن تتاح لكل الفصائل العراقية التي كانت مهمشة وكانت مهملة وكانت كان يتم تجاهلها لصالح فصائل بعينها، لابد أن تمنح نفس الفرصة للمشاركة في الشأن العام وفي الهم الوطني. لأن طب وبرأيك دكتور أسامة، ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه الفصائل هذه الفصائل العربية العراقية في هذه الأزمة؟ أولا لابد أن تكون هناك رؤى من خارج الكتلة السياسية أو الطبقة السياسية الموجودة اللي هي تسببت في الأزمة. لا يمكن الحديث عن أنه نفس العناصر التي تسببت في الأزمة تكون هي من تقوم بالحل، وبالتالي لابد أن نمنح الفرصة لأصوات من خارج المنظومة السياسية التي تسببت في الأزمة لأن تطرح رؤى مختلفة. لابد لبعض الكتل أو بعض الشخصيات، ربما هذا يشجع شخصيات زي ما كنا بنتحدث قبل قليل، وجود شخصيات تبرز معتدلة، شخصيات لها تقديرها ولها مصداقيتها لدى الشارع السياسي، ربما هذا يشجع هذا التغيير وهذا التحول الكبير في بنية السياسة العراقية، ربما يشجع شخصيات على أن تعود إلى المشهد مرة أخرى، ربما هذا يهدئ الشارع بعض الشيء. أيضا لابد أن تكون هناك حكومة كفاءات، يعني لو حضرتك استعرضتي المشهد في كثير من الدول العربية سواء في لبنان سواء في الجزائر في اليمن وفي العراق، هنجد أنه مصطلح حكومة الكفاءات أصبح يتردد بقوة، وهذا يعني أن المعايير التي كان يتم اختيار العناصر التي تشغل المناصب القيادية في الدولة لم تكن بناء على معايير الكفاءة. وبالتالي أعتقد إذا حدث هذا التحول وإذا سمح لكتل سياسية لها وزن ولها صوت ولها مصداقية في الشارع العراقي وفي كل المجتمعات العربية، بس ربما الشارع العراقي فقد الثقة في جميع الكتل السياسية، يعني
يعني من من الممكن أن يجعل العراق أو الشارع العراقي يثق مرة أخرى في هذه الكتل السياسية؟ أعتقد أن المهم أنه هذه الكتل السياسية التي تصدرت المشهد تتراجع بعض الشيء لتمنح الفرصة لشخصيات غير محسوبة على هذه الكتل. علشان كده بقول لحضرتك لابد أن تصعد قوة أخرى بديلة تحل محل الفراغ اللي المفروض تتراجع عنه أو المساحة اللي تتراجع عنها القوى السياسية اللي موجودة حاليا. مهم طيب. جدا أن احنا نستمع إلى أصوات العقلاء، والشعب العراقي مليء بالعقلاء، مليء بالحكماء، مليء بالشخصيات السياسية اللي ممكن أنها تعود مرة أخرى إلى المشهد، لكن تمنح الفرصة والصلاحيات الكافية للإصلاح. طب دكتور أسامة، يعني أخيرا هناك تساؤل آخر لدي، يعني أيضا كان هناك تصريحات لهذه الفصائل العربية العراقية أنها كانت تطالب أصحاب القبعات الزرقاء بالنزول أيضا لحماية المتظاهرين إلى جانب القوات الأمن. يعني هذا لا يجعل هناك خشية من حدوث يعني ربما مواجهة عسكرية بين الطرفين؟ للأسف الشديد يعني الصدام لم يكن ما بين ميليشيات أو بين الشعب، أحيانا كان الصدام ما بين قوات الأمن نفسها اللي هي المفروض أنها تكون مكلفة ومفوضة بحماية التظاهر السلمي، لكن للأسف الشديد رأينا صدام ولجوء للعنف في بعض الأحيان. كان على إثرها تم تشكيل زي ما حضرتك تفضلتي أصحاب القبعات الزرقاء وغيرها من الأشكال الشعبية لحماية المتظاهرين. أعتقد للأسف الشديد أن السيناريو العراقي مفتوح على كل الاحتمالات. ربما هذا انتزاع أدوار مؤسسات الدولة لصالح ميليشيات بعينها ولصالح فصائل بعينها قد يؤدي زي ما حضرتك تفضلتي إلى سيناريو الحرب الأهلية والصدام المسلح. ولنتذكر أنه ميليشيات الحشد الشعبي عندما قدمت إلى الساحة العراقية قدمت على أنها وسيلة وضرورة لمكافحة داعش ومقاومة عناصر داعش، لكن بمرور الوقت تحولت عناصر الحشد الشعبي إلى عبء ثقيل على الدولة العراقية، وارتكبت الكثير من الجرائم الطائفية واستهدفت مناطق السنة والمناطق العربية، وللأسف الشديد تحولت إلى جزء من الأزمة وليست جزءا من الحل. وبالتالي أعتقد أن الحل الأهم دلوقتي أن تعود السيطرة لمؤسسات الدولة العراقية، للقوة المؤثرة داخل الدولة العراقية. رئيس الجمهورية عليه دور مهم جدا، رئيس الجمهورية لا يزال حتى الآن يحتفظ ببعض النفوذ، لكن عليه أن يتحرك سريعا، عليه أن يقفز أو يتقدم خطوات كبيرة إلى الأمام، أن يتخلى عن هذا الحذر وهذه الخشية من الكتل السياسية الموجودة في الشارع. لأن الحقيقة الشارع السياسي يعني ربما هذه التحركات التي من الممكن أن يقوم بها رئيس الجمهورية تنقذ العراق من كم هذه الأعداد والأرقام التي نسمعها عن شباب العراق الكثير يموتون يوميا. يعني دكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، كنت معنا في الاستوديو. شكرا لك. مشاهدينا وفاصل ونستكمل هذه الجولة من الآن. Thank you.
مشاهدينا هكذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة من الآن. أنا بشكر لكم طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.